በመቀጠል ኡስታዝ ኢሳል አህመድ እስቲ ስለ ሁሉ ተነግሯልና መዘዞቹ እስቲ ሁሉ ያሳደራቸው ያሏቸው ነገሮች የምናስተውላቸውና የምናያቸው ነገሮች ተጨባጭ ሁኔታዎች ምን ይመስላሉ? በፊትም ይሆን አሁን በቅርብ አመታት ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉ የሁሉ አይነቶች ምን ይመስላሉ የሚለው ኢንሻአላህ ያስቀምጣል። ለይት ፈጠን ኢንሻ رجل يدعى من صحبته او من صحبة فاذا اجتمع كمل نصيبه من الهلاك او من الضرر. ابن القيم عليه رحمه الله الزين يذكر من الامر عند سوء يشكر استيعوا كنا تلا يمكن تسلم جبائي من شراء فاولت مرحبا عندنا مدفوق هنا كنزابنا الرداد ولتن يرمو مدفوق وهنا ألامة ولدت عند لايقن كتقرانيو يزي سو تمت نصابي درسال شافي درسال لكي درسال لا إنم بتلايو هوني ثاوج يعني قدمي تتكسوت يا غلو وفتناوج هلو نمسو يا رب شانو لكن እያንዳንዱ የፊትና ሰው በመጣ ቁጥር በሱ ራሳችንን መሽሮል ካደረግን ከብዙ ነገሮች ወደኋላ እንቀራለን ከሚለው ነው። አንድ ሸኸ ኢስላም ግግር ቀደም በተጠቀሰው ላይ ያኒ ማንኛውም ሰው ሰዎችን መተቸት ከፈለገ የግድ አዲላ በራሂን እንደሚያስፈልገው የግድ መረጃ ማስቀመጥ እንዳለበት يمسايين نغير تكسال. يقول شيخ الإسلام تيمية فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد بسدب بترابه هنا سدبنا نغروتين بماقانا رد مادرقنا ملاش مستد ما نمسو عياكتهم هل لأهميتين أمدك موكزبه في تمتك الشوار. والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق ما يبين به الحق الذي عنده والباطل الذي معهم. عند سو مشركوچ يهونونا كاسلام وچ يالو يمصحفون سوچ انكون مناظره ما درقنا كنسو غير موايت بياسفلغو يجد ينسون باطل يمياسردابت مرجا ياسفلغوال. فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الله لنبي صلى الله عليه وسلم دالتشو ودقته من قد بتباب بملكام نققرنا بتباب تراتشو اندزيهم كن السقر ملكام بهنا هنيتات وياتشو اندالوان ايه اند اصل اند مسارات هادر قل النوستو يمي قبان في تعاملنا مع المخالفين مال ينيا تسعراري كوهن سوشقر بمينوران ግንኙነት ሁልጊዜ እንደ መሰረት የሚጠቀስ ነገር ነው። አይማዎች ሁሉ ይሄንን ተክሰዋል በተደጋጋሚ ማለት ነው። አንድ ተያዥ ንግግር አለው ረዲ አለ الاخናኢ አንድ ሰው በጣም ብዙ ኢፍትራአትና ብዙ ውሸቶችን የከተፈበት ሰው ነበር ይሄ ሰው እና ለሱ ምን ላይ ሲሰጠው ምን አለ فاما ما فيه من الافتراء والكذب متجت ያለበትን ነገር ተቸና ከዛ በኋላ በዚህ ውስጥ የተካተቱ ቅጥፈቶችንና ውሸቶችን እኔ يعني የምመለስ አይደለሁ ማለት فليس المقصود الجواب عنه وله اسوه بامثاله من اهل الافك والزور يسو امسያዎች ብዙ አሉ ከዚህ በስተፊት ያለፉ የሆኑ በዚህ በውሸትና በቅጥፈት የቀደሙት ሰዎች ብዙ አሉና እኔ ለዚህ ምላሽ የምሰጥ አይደለሁም ብሎ ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ان الايه تكسمات على كل حال يتذكرت نغروت يالوت نيتاوچ بتام يعني يمياسزنو بيهونو بتچاله متن بصبر تحلي ما درك اندالبن ببالفو بروگراماچنم يعني اخلاقاچن من ممسل اندالبت حتى مع المخالفين تنغاغرنال ان شاء الله بزا يبقال حقا يمفلك سو قال حقا يمفلك سو بتككل يردال الامام محمد ناصر الدين الالباني اندالوت طالب الحق يكفيه دليل
او صاحب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه الف دليل عندي شيء دليل هذا قومان سميت يالفت سو مال سميت الناس نباريون تكتلو يمهيت سو بفصم يعني دليل يمبقاو سو አይደለም جاهل كهنا الناس تمروا لنا واما صاحب الهوى فليس لنا عليه سبيل ምንም መንገድ የለም እሱን ለመድረስና ይህን ሰው የኢንቃድ ለማድረግ ለማዳን ምንም መንገድ የለም ስሜቱን የሚከተል ከሆነ እንዴት ሊማር ይችላል የሚለውን ነገር ነው ያስቀመጠው። طيب باجرو يعني ከሰዓታችን ማስተላለፍ የፈለግነው መልእክት ሳናስተላለፍ እንደልክ ከመስጋትም ኢንሻአላህ አጥር ባለ መልኩ ቆም ነገሮችን ለማስቀመጥ ሞክራለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በእስላም ውስጥ باب الاسماء والاحكام بلو علماء يمياسكمتوت سيامينا بين مسطت يميلون نجر بوتا ستاو ياسكمتوتال علماء سلازي يعني ليت على ضابطوت مرهوچ ياسكمتو يان تكتلو ماننيام سو مناجر كاللبت بزا مسرات مناجر اندالبت يناجرالو الله سبحانه وتعالى بلونال واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا كتناجراچو ፍታዊ ሆኖ ቅርብ ሰው እንኳን ቢሆን ያጣምችላ ይልታል ሁሉ ግዜ ማለት በዚህ ምክንያት ዑለማዎች ይሄንን ባያን ለማድረግ በጣም ጥረት አድርገዋል። ከድሮ ጀምሮ ምን አህድ الخوارج ይህ باب الاسماء والاحكام ይባለው ጉዳይ ላይ خلل ወይም እንከን ይታያል። በዚህ ላይ ባለ እንከን ሰዎች ሙስሊም የሆኑ ሰዎችን ካፊር ማለት ላይ ደረሱ። حتى علي بن ابي طالب كافر اسكمالت درسوا صحابوچن اسكمواغات درسوا ينن بدا علماءوچ ناتچو يملسولاتچو مال وانجل ميفتسم سو صاحب الكبيره كافر نو اسكمالت درسوا يي يسطوت بين سيامي ሁለቱም ስተት ነው። አንድ ሰው ሙስሊም ሆኖ وانجل ميفتسم كاسلام አይወጣ አይመቱ الاسلام በክቶባቸው ባጠቃላይ ይሄንን እንደ عقيده تقرير አድርገው አስጥቀው عندما رفع اسكمته تعالى ولا نكفر احد من اهل القبل من اهل القبلة بذنب ارتكبه ما لم يستحل يعني ونجل حلال نو بلوس كلام مننا يعني حرام يهونو النجر حلال اسكلا درجه درس عند سو ونجل كملا ويمك اسلام ايوه تام بلو يهن بزو انجاوج باسلام مسلم يتنسوا انجاوج بزي رسا قداي لاي بزو ستت استزفقوال. طيب በዚሁ ፍትና ከተጠለፉ ሰዎች ውስጥ ወይም እንደዚህ አይነት ፍትና በሰዎች ውስጥ በመርጨት ከታወቁ ሰዎች ውስጥ يعني በዚህ ክፍለ ዘመን በጣም ትልቅ ደውረና የዳዕዋን ሰህዋ የሚረብሹ ሰዎች ከመጀመሪያው ነው የተከሰቱት። خاصةን አሁን በዚህ በሂጅሪያ አቆጣጠር 1400 ሲል የመጀመሪያው ቀን ላይ ጆሃይማን የሚባል ሰው ሐረም ውስጥ ሰዎችን አግቶ ለረጅም ጊዜ يعني የሚቀርበውን ሰው ላይ የገደለ ፖሊስ እየገደለ በጣም ብዙ ፍትና ፈጠረው ሙመተ الاسلامን በጣም ቀለቀ ውስጥ ከተተ ምንድን ነበር ሚለው ይሄ መህዲ እኔ ዘንድ አለና ሙባይ አድርጉለት ይል ነበር። እነዚህ ሰዎች يعني ቀደም ብለው የጀመሩት ቢድዓ ነበር መዲና ውስጥ በነበረው ቆይታ ሼክ ኢብኑ ባዝ በዛን ጊዜ መዲና ውስጥ ነበሩ ብዙ ምክር ሰጥተውታል لكن التقبلم يسو تكتايوج بزو مكر تقبلو نبر بزو مكر تسطواتشو نبر لكن التقبلو ايهي نقر تطور اياد الرقى اياد دقى لند زينت بدعا درسو مجرشا لا تالك يعني كبار لهنا الكيت سبب هونو معنا كذابو هلا اندي هينا الدرجان باي درس ليتالو اند زينت بتانوش تكستوال خاصة محمود الحداد المبالسو ወደ ሳውዲ ሄዶ እንደዚህ አይነት አፍካሮችን ሰዎችን ሁሉ ከሱና የማስወጣት አፍካር ባሰራጨ ጊዜ ብዙ ችግር ተፈጠረ። በመጀመሪያ ልክ አሁን የምናየው አይነት ከሌ ሰለፊ አይደለም ለምን ሲባል የሚያመጣው ተልካሽ የሆነ ምክንያት ነው ከሱና ውጪ ነው ገሌ ሙብተዲع ነው። طيب ለምን ሙብተዲع ሆነ ምንም አይነት በቂ የሆነ አጥጋቢ ምላሽ አይሰጥም። በዚህ መልኩ ሰዎችን እየለያየና እየረበሸ በሄደ ጊዜ علماءዎች መልስ ሰጡት ነበር ከዛ ወደ علماءዎች ተላለፈ። ተላላቁ علماءዎችን ከሼክ ሳልህ አልፎዛን ወኢብኑ ዑሰይሚን ወልአልባኒ ለሎቹንም ከሱና ውጪ እንደሆኑ ተናገረ።
ከዛ አረካም አሁንም الامام الذهبي وابن تيميه ليلوتشنم كسنة وجينا تشوالا لمن سيبال يراسو فهم يراسو فهم بقدم تنغاغرنا يعني مذهب السلف بمن ملكو يكرسال بمن ملكو مذهب السلف يتوقعل كلهم كلهم يدعي وصلا وصلا بليلى كلهم ايه مذهب السلف لين يالهوت لا كن انديت نو متواقعو سنل ተክለኛ የሱና ሰዎች ሁለት ጠሪቃ እንዳላቸውና አንዱ ግን ሙኻሪፍ የሆነ ጠሪቃ እንዳለ አይተናል። እሱ ምንድነው? በፈህም መذهب السلف ይሄ ነው ማለት የሆነ ጉዳይ ላይ አስቦና ተጨንቆ አንድ ብይን ላይ ከደረሰ ይሄ መذهب السلف ነው ይላል። ልክ እንደዚህ ሰውዬ ማለት መذهب السلف ነው ማደሊኑክ መረጃ የለውም ላኪን ይሄ حق ስለሆነ መذهب السلف ደግሞ حق ነውና ከዚህ ሊወጣ አይችልም ይላል። شوف مذهب السلف ودا راسه اقوام يملسوان ما يسو كسعودي تبرر سلام تغنى قويتو كن اندزي عين افكار يالاتشو سوج متو له كلهم علماء ملاش ستوال مجرد مجازفات الحداد ازهاق باطل اباش ميل ليلان كتابوش تزفوال بزي غداي لا مال اندزي عين سوج بمتو قطر ያለው ምላሽ ሰጥቷል። አሁን በመጨረሻ አካባቢ تقريبا قبل 5 سنوات እንደዚህ አይነት አፍካር ይዞ የተነሳ ሰው አለ። ከዚህ በፊት የሚታወቀው በመልካም ሁኔታ ነበር ላኪን የዚህው አይነት አካሄድ እነሱ ያዟቸው መሰረቶች ይዞ ተነሳ። ዋና ዋና ملاحظاتዎች ወይ ዋና ዋና እነሱ ጋር ያለው እንከኖችን በግልጽ ማሳየት ጀመረ። ሰዎች ላይ تعدي ማድረግ ድንበር ማለፍ ዞን ሰዎች ከሱና ውጪ ማድረግ ወይም ይሄንን ብይን መስጠት ካለ ምንም መረጃ እንዲያውም ከዛ በባሰ መልኩ መረጃ መጠየቅ አያስፈልግም ይላል። ለምን ሰዎች ወይ ሙቀሊድ ናቸው ሰውን የሚከተሉ ናቸው ወይ ሙጅተሂድ ናቸው ኢጅቲሃድ ደረጃ የደረሱ ሰዎች ናቸው። ኢጅቲሃድ የደረሱ ሰዎች ከሆኑ ራሳቸው ሁክም ይሰጣሉ። ሌላው ሰው ግን አብዛኛው ሰው ምንድነው እኔና እናንተ ምንድነን ሙጅተሂድ አይደለንም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? እሱን መስማት አለብን ማለት ነው። እንደዚህ ነበር ሰዎችን የሚቀርጸውና የህዝብያ ቡድናዊነት ወገንተኝነት ለغير الشريعه ማለት ነው ለغير الكتاب والسنه እንዲህ አይነት አካሄድን እየቀረጸ ብዙ ፍትና ፈጠረ። ለዚህም ዑለማዎች يعني በተከታታይ ብዙ ምላቾች ብዙ ነሲሐዎች ሰጥተው በመጨረሻ ግን نعم سمو الشيخ صالح الحربي معروف انم ለዚህ ምላሽ ከሰጡ በኋላ ነሲሐ ከሰጡ በኋላ ይህ ሰው ዋና ዋና የሆኑ የሐዳድያ ወይም የማህሙድ ሐዳድን ዋና ዋና አቋሞች የሚያንጸባርቅ ስለሆነ አልሐቁሁ ቢሂ يعني የሱን መንገድ ነው ያዘው يعني አንድ መንገድ ናቸው ብለው ብይን ሰጡባቸው ማለት ነው። وهكذا ይህ አካሄድ ከዚህ በፊት ያልነበረ አዲስ ነገር አይደለም። الامام الشاطبي ይህንን تقرير አድርጓል። ይህንኑ አይነት كلام አለው تقرير هذا الرقم من النوع ان من وافق فرقه من فرق الاسلام في اصل من اصولهم يلحق بهم بس هنا بذاك تاوكا يسو عند الناس عينت حكم اذا لمثال خوارج وش من دني تاوكوت الخروج على الحكام بمريوش لا يمامز خوارج وش بزين تاوكوت بتكفير بغير حق مالك بحق تكفير يالنا وهو حق لله جن بغير حجه وبيان سوتشن يمكفرونا على اكباب تعدي دنبر يمالفو خوارج وشناج بندزين نجر عند سو بخروج نسون يموافقاتشو كهنا لكن لمثالي عند ليلى اصل اللهچو وي بزو اصلوچ اللهچو كذا وسط مندنا لمثالي ونجلي سران سو كافر يلانو بلانا اسو جن اني ونجلي ميسران سو كافر عللمنا እንዴት ከኸዋሪጆች ሆነናል? ነይ ፈለኩት የሙስሊሞችን ደም استباحه ማድረግ መግደል የመሳሰሉትን ስራዎች ሊፈጽም ይችላል። ላኪን በዚህ ብቻ ስለካለፋቸው እኔ ከሱ አይደለሁም ሊል ይችላል። وهكذا ብዙ እንደዚህ አይነት የሐዳዲ አፍካር ያላቸው ሰዎች ተሰጥቶር የሚያረጉትና የሚደበቁበት አንድ ከለላ አላቸው። እሱ ምንድነው? ይህ ማህሙድ ሐዳዲ ተባለው ሰው ፍትናውን ባስነሳ ጊዜ ምን ይል ነበር?
ابن حجر النووي يمسسلوت تلالق علماءج ከሱና ውጪ ናቸው ብሎ እንዲያውም እነሱ ላይ ተራህም ማድረግ አላህ ይማራቸው ማለት እንኳን አይቻለም እስከማለት ደርሷል بل تجاوز هذا فتح الباري مقاتل አለበት እስከማለት ይدرس ሰው ስለዚህ ይህ ከነሱ ጋር فارق ነውና ሁሉም ሰው እነሱ የሚሰሩትን ሰራ በአጠቃላይ ይሰራና 90 ከመቶ እነሱ መስሎ በዚህች ከነሱ ጋር ከተለየ ሁሉ ይحجج አድርጎ ይቆያል ማለት سلا حدادية هو اللي مناقره السنو لمن؟ أنت إيه بهارياتو جنسة بارك وبهال الناس اللي قالوا ملاحظاتو جانتا اللو بكتبها لأمن إلا؟ أنا ابن حجر مبتدع لألو أنا ابن حجر لأي يعني ترحهم مدرك أي تشالم لألو اندازي اندازي نتنا يقرأ مدال مالك يمي اللي يبات النتب بتشاوس وكذاري عندان دي سووج عندما تايوت وي جماعاتوج የመጀመሪያው የኸዋሪጅ አቋም እየተንጸባረቀባቸው ኸዋሪጆች ሲፈጽሙ የነበረውን ወንጀል እየፈጸሙ የሙስሊሞችን ደም እያፈሰሱ በሙስሊም መሪዎች ላይ አመጽ እያደረጉ የሙስሊሙን ኡማ يعني ህልውና እየነኩ እንዲህ አይነት ሁሉ ነገር እነሱ ላይ እየተንጸባረቀ ላኪን ከዑለማዎችም እንደዚህ ይርቀው ማለት ነው ዑለማዎችን እየከፈሩ ከዚህ ሁሉ ይሄን ሁሉ ከሰሩ በኋላ እኛ ማን ከፈር በልከቢራ ያ ወንጀል የሰራ ሰው ወንጀል ስለሰራ አንከፍርም እንደ ኸዋሪጆች ስለዚህኛ ኸዋሪጆች አይደለንም ይላል ላኪን ቀድመ ያልኳችሁ ነገር አለ يعني ما وافق قوما في اصل من اصولهم الذي اشتهروا به فهو يلحق بهم ولا كرامه يهونوا جماعاتهم يهونوا فرقاتهم الناس يتوقعبت يهونا بدعه لاي عند كونا كالناس قال ود الناس يتقال بالناس ينسون حكم يزال مالك طيب عند كلام شيخ الاسلام الله مهم انا بزي لا صيغ الامر وتعلقها بالكلام النفسي اشاعره من ناقروا تنغغر الله سبحانه وتعالى عند تزاز سياس يهنن تزاز يعني الله سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الى هون الى الله سبحانه وتعالى يهون على نغر ايه نغر يهون على وي ايه نغر الله سبحانه وتعالى يناغروا على وي الناس يناغر على قالوا ይህንን ባህሪያት የአላህ ስብሐ ወተዓላ ባህሪያት ስለማያጸድቁ ምን ይላሉ ይህንን ሲፈት አልከላምን እነሱም ያጸድቁት አልከላምን ነፍስ የሚል በውስጥ መናገር ማለት ይህንን እያብራራ ሼኹ ኢስላም ምን ይላል هذه المسألة هي أخص بالمذهب الأشعري ይህ مسألة በአሽዓሪያዎች مذهب يتخصص እነሱ ብቻ የሚሉት ነው ስለዚህ يكون الرجل بها مختصا بكونه اشعريا ينن اينت بدعه اظهار يدرجنا ينن يا لسو اشعري هنا لميلون نجر اسكمتنا ولهذا ذكر العلماء هذه المساله في ردهم عليهم الناس لا يرد سيادرجو ينن مساله تكسوال لمندنو لانه اصل اشتهر به يتوقبتي هنا مسرتنا ونا مالك فاذا خالفه في خاصة مذهبه لكن عند سو الناس يتوقبت يهونو يهونا واننيا يهونا أصل مسارتها يقود إلي بمسارتها أجندا كالناس قار كال تسمى ما الزالي كال هنا ليلا يعني كرنج عفا يقود إلي وشلي كالناس قار بمساسر ينس الحكم يزم لما لتنو لزيمه أن لا يكون متبعا له أبو الحسن الأشعري اندال تكتلا يكوت ترى النومي طيب النزي مسائلوش يعني مهم من اتشاو لنا ليلة ومن دنو النزي سووش يتوقوا باتشاو النزي مسائلوش قلتو يتايو باتشاو سووش الجيك بتام تعدينا دنبر مالف يتايو باتشاو النزي هنا هون يتكس كلاتشون بس زي كفلة زمن ألفو يالباتشو سووش لاي واتك علي من لاش ما نستطنا نزين سووش فتناتشون بمابرد عند سو تلك يعني ولتها اللاتشو هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بنيا مدرك انتك سالن يساتشون نقر ماتن بذو سووش لا يودو يشلال ويساتشون نقر من البات ما يودو تنقر لنور يشلال لكن يساتشو ولتها سايتك سمي الفايدة الله ولتانيا الشيخ ربيع بن هذا المدخل يتكس وما يود يسوج من دنو سوج وين انيا سلفيوج
شيخ ربيع معصوم እንደሆነ የምናይ የማይሳሳቱ ሰው እንደሆነ አርገን የምንቆጠር ወይም ደግሞ እሳቸውን በተዓሱብ يعني በቡድናዊነት የምንከተል እንደዚህ አይነት ነገር አርገው ያስባሉ እንደዚህ ነው ይነግሯቸው ሙኻሊፍ የሆኑ ሰዎች ማለት لكن እሳቸው በእንደዚህ አይነት في ذم الغلو والجفاء يتلايو በዘመናችን የመጡ እንቅስቃሴዎችን ሐረካዎችን ድሮ ያልነበሩ አዲስ መጤ የሆኑ ቢድዓዎችን በማጋለጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱና በዚህም በዘመናችን የኖሩ ታላላቅ ሰዎች የመሰከሩላቸውና የሞከሷቸው ሰው ናቸው ለዚህ አህል ናቸው ማለት طيب ይህ ማለት ግን አይሳሳቱም ማለት አይደለም የሳሳቱት ነገር ካለ እኛ ማዕሱም ናቸው አላልንም ምን ይላሉ በዚህ ፍትና በጣም የተጠቆና እነዚህ ሐዳዲዮች የጉሉው ሰዎች በጣም ያጠቋቸው ሰው ናቸውና ይህን ምሬታቸውን ይጠቅሳሉ በብዙ ቦታዎች በብዙ ኪታቦች ማለት ሁለተኛ ለነሱ በጣም ገንቢ የሆኑ ምክሮችን ሰጥተዋቸዋል ለዚህ ለፋሪህ አልሐርቢ ከሰጡት ምክር አንዱን ጠቅሳለሁ ምን አሉ ان اصدار الاحكام على اشخاص ينتمون الى المنهج السلفي ወደ ሰለፊያ ራሳቸውን የሚያስጠጉና በሰለፊያ መንሃጅ ላይ የሚጓዙ ሰዎችን እነሱ ላይ ትክክለኛ ያልሆነ ብይን መስጠትና እነሱን ከሰለፊያ ውጪ ማድረግ ይላል واصواتهم تدوي بانهم هم السلفيون بدون اسباب وبدون حجج قال سببنا مرجا سايتكسو እንደዚህ አይነት ሰዎችን ከሰለፊያ ውጪ ማድረግ بدون وبدون حجج وبراهين قد سبب اضرارا عظيمه بتام كباد يهونو غداتوچن ادرسوال وفرقه كبيره كباد يهونا ملياتنم امتتوال في كل البلدان كل ما جروا فيجب اطفاء هذه الفتن يهن الفتنه ما تفات ياسفلغان بابراز الحجج والبراهين حجه مسرجا كاله بماقرب مالك وليس الشأن في أن تستدل وإنما الشأن أن يكون استدلالك صحيحا استدلال ما أدركه لنا دليل ما أمتأته هيدا لنا قال لي مبتدع نوسي لنا برن سو زيادة سابا قدم كتكس وسوى جوست من دنو من رجاسن لو يسو تمارين قال لي در أيون يمسا السلون دزية تقول الله نقر وچنا سلامت تابتشاتك أبايننا تلون لكن صحيح يوهنا استدلال سيامتا عندن سو كسنة وجي كسلفية وجي لاوتا يميشل قدمي تكسبات شو يمام الشاطبين يا شيخ الإسلام تيمية نقروشن لب لنا لقبال التي تبين للناس لسواج قلت إمي أدرقنا وتقنعهم بأحقية تلك الأحكام يه يتوسدوا بيننا يتنقروا نقر يتسطات شو سم تكل اندهونا يقنع اما درك يسو دنبر اندالالف اما سيهونا بك اما الرجاء كاقرب بيتشان اول اعتذار عن هذه الاحكام وهم ده مكلانو مفتيومات انده زينت احكامو اتشن يسنزرنا سو اتشن كالا اقباب ياتكاسو اكرتار قولين اني مرجاء اللي ينبلو مملسو بيتشا يهنن اينت فتنة لا تفايتشلان على بالازياس على بالازياء كل نغروتش يتتلالف مرجا سياتا مرجا سياتا كل رديس يفلسفال بدينس يليلو بدعه يالهونو نغروتش وين ببدعهنت يالتاوكو نغروتش يامتا سوتشن مبتدع يملبتن يهنن تشفي يهنن يعني طماتون يمياركبتن منجد نو ميفلغو مال سلازي كل رديس مساله የዛሬ 3 አመት ሲጠየቅ የሚናገረው መስአላ ሌላ ነው ሙብተዲ የሚላቸውን ሰዎች ለምን እንደ ሙብተዲ የምትላቸው እንዲህ አይነት የተቆላለፈ ወይ ስለሌላ ሙንሐርፍ ሰዎች ወይ ግብጽ ውስጥ ስላሉ ጀማዓዎች ያወራና ታዲያ ምንድነው አላቃው እነዚህ ሰዎች ከጀማዓቶች ነፃ ናቸው ህዝብያ የለባቸው ቡድናዊነት የለባቸው ወገንተኝነታቸው ለቁርአንና ለሱና ብቻ ምንድነው የምትለው ሲባል ቅድም እንዳልኩት ወይ የሆነ የነሱን ዘመድ ጎረቤት ምናምን ነገር ከሌላ ሰው ጋር ያገናኘና ተሰልሰል እንደዚህ አይነት ህክም ይሰጣል شوف اوهام ወይም ደግሞ በቂ መረጃ የለው يفتري ويكذب يواشى ايه ነው ያለው ይሄ ተጋለጠ አልሆነም
ፊለፊት ተገናኝተ ተነጋገር ሲባል ተነጋገረ ምንም ነገር የለም። ያመጣቸው 3 4 መስአላዎች በጣም የሚያስቁና ሰዎችን እዛ ያለውን ሰው ሳያስቦ ያሳቀው መስአላን ያመጣው። በዚህ ጊዜ خلاص ይሄንን ተው ምን ማምጣት አለበት? አዳዲስ መስአላ ድሮ ያልነበረ ይህ ጭቅጭቅ የቆየ ይህን ጭቅጭቅ ማንሳት ከጀመረ የቆየ ላኪን ብይንም ከሰጠ ቆይቷል። ላኪን ይህንን ሁክምና ይህንን ብይን የሚገነባበት መሰረት ስላጣ ሁሌ ምሰሶውን ከቦታ ቦታ ይቀያይራል። ከዛስ ሱሪ ይለብሳሉ የሚል መስአላ መጣ። ጀምዒያ አቋቋሙ የሚልም ነገር መጣ። አንዳንዴ ደስ ሲለው ሰሃቦች ጀምዒያ ነበራቸው የሚል አይነት ጥያቄ አመጣ። እሱ የሚማረው የሆነ መርከዝ ነው። እንደዚህ አይነት መርከዝ ሰሃቦች አልነበራቸው። ከላሙ በሙሉ ያንኛ ዘንድ ይገኛል። ላኪን በጣም አሳፋሪ ሰዎች ዘንድ ተሰምቶ የማይታወቅ የሆኑ يعني استدلالاتዎችን እያመጣ ሰውን ከሱና ስለሚያስወጣ ምንም ማድረግ የሚቻል ነገር አልሆነም الا يعني صبر ما ادراك وبهذا ايضا ይሄንን ጉዳይ በጣም ለረጅም ጊዜ አማከርናቸው ሰዎች በዚህው ስለመከሩ በዚህው ኢክትሳር አድርገን ቆይተናል። እንዳልኩት ጊዜው ኢንሻአላህ እየደረሰ ስለሆነ ሞዱዕሽ ደሞ ትንሽ ተከታታይ ሞዱዕሽ ስላለን በዚህው ጉዳይ ወደ ወንድማችን አስተዋውቀው ወንድማችን አስተዋውቀው ወንድማችን አስተዋውቀው ወንድማችን አስተዋውቀው